السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسم الرياضيات في مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين تقدم لكم هذه المراجعة في مادة الرياضيات للصف العاشر الفصل الدراسي الأول. سنتناول في هذه المراجعة الوحدة الثالثة بإذن الله. بعض موضوعات الوحدة الثالثة، أول موضوع عندنا اللي حنراجع في هذه الفترة وفي هذه التسجيل المعادلات والمتطابقات والصيغ equations, identities and formula. أول مثال عندنا هو تمييز المعادلة والمتطابقة والصيغة. ميز المعادلة والصيغة والمتطابقة فيما يلي: number A 2x times x plus 3 equal 2x square plus 6x. هل هذه معادلة ولا صيغة ولا متطابقة؟ لازم في الأول نفك الطرف الأيسر لهذه المعادلة، نضرب الاثنين x في x plus 3 ونشوف الناتج اللي هيطلع، هل هو مطابق للطرف الأيمن اللي هو الرايت هاند سايد؟ إذا كان مطابق فإنها متطابقة، وإذا لم يتطابقوا فإنها تكون معادلة، ولكن لها لا تكون صيغة أبدا. ليه؟ لأن الصيغة تحتوي على أكثر من متغير، وهنا ما عندنا إلا متغير واحد فقط وهو الإكس. هنبدأ الحل، هناخد الليفت هاند سايد الطرف الأيسر 2x تايمز x 2x times x equal 2x square 2x times 3 equal 6x. هل الناتج اللي طلع هذا يساوي الطرف الأيمن ولا لا؟ هنا 2x square وهنا 2x square 6x 6x يبقى نفسه. يبقى نقول له equal right hand side، إذن تمثل متطابقة. طيب مثال آخر 2x plus 3 equal x plus 4، هل هذه تمثل معادلة ولا صيغة ولا متطابقة؟ واضح جدا ان مفيش شيء حنبسطه ولا حنضرب ولا اي شيء، دي جاهزة 2x plus 3 ودي x plus 4، لا يمكن نجمع فيها شيء، 2x ما تنجمع مع الثلاثة ولا في شيء يضرب. هل الطرفين متطابقين؟ هنا 2x هنا x، لا، يبقى خلاص تمثل معادلة فقط. طيب رقم C 7y minus 3 equal 11. 7y minus 3 equals 11 يعني واضحة جدا برضو ما فيها تبسيط، ممكن ننقل الثلاثة الطرف الثاني بس برضو هنا الطرفين مش هيطلعوا متساويين، يعني هنا عندي 7y ما فيش سيئة الناحية الثانية، يبقى تمثل ممتاز معادلة أو equation. طيب الثالثة r equal to xy plus 7، واضحة هنا أن أنا عندي ثلاث متغيرات ال r وال x وال y، يبقى تمثل صيغة على طول. طيب مثال آخر، ميز المعادلة والمتطابقة والصيغة في كل مما يأتي. L equal to square root of m times f over n، واضح جدا ان في اكثر من متغير، يبقى تمثل صيغة. احسنت. طيب نشوف الاسئلة الاول وبعدين نجيب عليها. يبقى الاولى تمثل صيغة كما قلنا، الثانية 2x minus 5 equal 7x plus 2، واضح جدا ان الطرفين غير متطابقان، 2x وهنا 7 هنا 5 هنا 2، خلاص يبقى تمثل معادلة. الأخيرة لازم نفك الكوز باور 2، احنا خدنا في المرحلة الإعدادية ان الكوز باور 2 اسمه مربع كامل، حينما نقوم بفك هذا القوس يعطيني ثلاثة حدود، هل هي نفس هذه الثلاثة حدود أم لا؟ خلنا نتأكد كده. أول حد بيطلع كيف؟ مربع الحد الأول اللي هو X، تمام؟ يبقى ده عبارة عن مربع الحد الأول اللي هو X باور 2، يبقى هو نفسه ان الـ X هنربعها تعطيني X باور 2. طيب الحد اللي في النص بيطلع ازاي؟ بيأتي عن طريق ضرب الايه؟ 2 في الاول في الثاني، يبقى 2 ضرب الحد الاول ضرب الحد الايه؟ الثاني، يعني 2 ضرب اكس يبقى 2 تايمز اكس تايمز ماينس 2، هنشوف كده يبقى 2 تايمز اكس تايمز نيجاتيف 2، 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 اكس، مضبوط، يبقى نفس الايه؟ الحد الوسطاني. طب ال 4 الفور بتأتي ازاي؟ اللي هو الحد الثاني تربيع، اللي هو the second term
سكوير، يبقى ماينس 2 او نيجاتيف 2 سكوير ايكوال 4. طيب يبقى اذا الثلاث اطراف او الثلاث حدود هما فك هذا المقدار، يبقى اذا هذا هو نفس هذا، يبقى دي متطابقه. طيب ننتقل الى مثال بسيط جدا، هل المعادله تمثل متطابقه ام لا؟ هنقوم بفك الايه الاقواس. القوس الاول 3 او 3 تايمز a بلس 1 ايكوال 3 a بلس 3، تمام. والثانية النيجاتيف ينضرب، يبقى نيجاتيف 5 يعطيني نيجاتيف 5 بلس 5 بلس a، ال 4 تايمز a يعطيني 4 a ماينس 12، وال 1 ينزل. نجمع هنا 3 a مع ال 1 a يعطيني 4 a، وال 3 من نيجاتيف او ماينس 5 يعطيني ماينس 2، يبقوا الطرفين هنا 4 ماينس a 11، طرفين مش متساويين لان هنا 2 هنا 11، يبقى تمثل ايه؟ معادلة فقط، لا تمثل متطابقة، يعني هذه معادلة. ننتقل إلى تغيير موضوع الصيغة، اجعل بي موضوع الصيغة، يعني خلي البي لوحدها في طرف بدل الام. لازم أول شيء نتخلص من الكسر، نتخلص من المقام، بعدين نتخلص من الايب. عشان نتخلص من المقام لازم نضرب في نفس المقام، يبقى أنا هنكتب الكسر كما هو، نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 عشان نطير الاثنين مع الاثنين. يبقى عندنا a plus b equal to m، تمام. يبقى 2m تنزل، لان 2 times m يعطيني 2m و a plus b. بعد كده نتخلص من الa، هنجله الa بالطرف الثاني بإشارة ماينس، يبقى هيجي هنا بالماينس، يبقى ايه؟ يبقى الb equal to m minus a. خلصت السؤال على هذا الحال. طيب صيغة أخرى، اجعل x موضوع الصيغة. هنا الx عايز نتخلص من كل اللي حواليها، من الجذر، من الثلاثة، من الماينس 2. لازم الأول أتخلص من الاسكوير روت. كيف أتخلص من الاسكوير روت؟ إن أنا نعمل، أيوة تمام، نعمل تربيع للطرفين. يبقى أول خطوة نكتبها كما هي، أربع الواي وأربع الإيه؟ الطرف الثاني. تربيع هيضيع الإيه؟ هيضيع الإيه؟ سكوير روت، تمام. والناحية الثانية تصير واي سكوير، خلاص نكتبها مرة ثانية. يبقى واي سكوير إيكوال إكس ماينس 2 أوفر 3. عايز نتخلص من الثلاثة، نرجع للخطوة للمسألة اللي قبل كده، إن عشان نتخلص من المقام هنعمل إيه؟ نضرب في نفس العدد، يبقى أنا هنضرب الطرفين في 3، تمام. 3 تروح مع 3، يبقى عندنا إيه؟ 3y سكوير إيكوال إكس ماينس 2. ننقل ماينس 2 بالبوزيتيف، يبقى 3y تربيع بلس 2 إيكوال إكس. مثال آخر، اجعل تي موضوع الصيغة. يبقى لازم نتخلص من المقام، يبقى هنعمل ايه؟ تايمز 10، تمام. نروح ال 10 مع ال 10، يبقى 10 ال ايكوال بي ار سكوير روت اوف تي. تخلص من البي ار، يبقى نعمل ديفايد، يبقى ديفايد بي ار، ديفايد بي ار، تروح البي ار مع البي ار، يبقى عندنا سكوير روت اوف تي ايكوال 10 ال اوفر بي ار. نعمل سكوير للطرفين عشان نتخلص من الايه؟ من الجذر. طيب ضرب كثيرات الحدود، شوف مثال ضرب كثيرات حدود. اول حاجه نضرب حد في حدين، نضرب اكس في اكس يبقى اكس باور 2، اكس تايمز 2 2 اكس. خلص السؤال. طيب سؤال ثاني، عايز نضرب 2 تيرمز تايمز 2 تيرمز، حدين في حدين، يبقى ناخد الاكس اول حد نضربه في كل الحدود، بعدين ناخد الماينس 1 نضربه في كل الحدود. خلينا نشوف كده، اكس تايمز اكس باور 2 ايكوال اكس كيوب. طب اكس تايمز 2 يبقى 2 اكس. طب ماينس 1 لا ننسى النيجاتيف، هذا نيجاتيف 1 في اكس باور 2 يعطيني نيجاتيف اكس باور 2. طب نيجاتيف 1 تايمز 2 يعطينا نيجاتيف 2. هل في حدود متشابهه؟ اكس كيوب لا، ما في زيها، اكس بس ما في زيها، اكس باور 2 ما في زيها، خلاص يبقى انتهى الحل. السؤال اللي وراه، حدين في حدين ايضا، اكس تايمز اكس يعطيني اكس تربيع او اكس كيوب اكس سكوير. طب اكس تايمز 2 2 اكس، 3 تايمز اكس 3 اكس، وهكذا 3 اكس تايب 3 تايمز 2 يعطينا 6. هل في حدود متشابهه؟ نعم، 2 اكس و 3 اكس نجمعهم يصير كام؟ 5 اكس، يعني تنزل اكس تربيع 5 اكس بلس 6. تحليل كثيرات الحدود، شوف الاكزامبل، اكتشف الخطأ في التحليل ان وجد. اكس سكوير
ماينس 4x ماينس 12. في التحليل احنا بنفتح قوسين ونحلل، خلينا نشوف هو حللها ازاي. اكس سكوير حللها اكس في اكس، الكلام ده مظبوط. طيب ال 12 عددين حاصل ضربهم 12 والديفرنس بتوين ذم 4، الفرق بينهم بيساوي 4 لان الاشاره هنا ناقص. عددين حاصل ضربهم 12 الفرق بينهم 4 يبقى 2 و6، يبقى الكلام مظبوط 2 في 6. امال ايه المشكله؟ خلينا نشوف الاشارات. هنا نيجاتيف في بوزيتيف يعطيني المفروض بوزيتيف مش نيجاتيف 12، يبقى في غلط هنا في الاشارات، يبقى الاشارات ما تيجي كلها متشابهه، لازم واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف عشان يعطيني ماينس 12. طب مين اللي فيهم الكبير؟ السته. بتاخد اشاره الوسطاني اللي هو النيجاتيف، مظبوط. يبقى ال2 المفروض تكون بوزيتيف، يبقى دي غلط، يبقى الصح المفروض تكون 2 بوزيتيف. طيب مساله ثانيه خلينا نشوف حللها ازاي عشان نكتشف الخطا. اكس في اكس يعطيني اكس سكوير، تمام. سالب ماينس 3 في بوزيتيف 5 يعطيني نيجاتيف 15، مظبوط. يبقى الاشاره كده مظبوطه، هنا نيجاتيف اهو. طب هنا ايه؟ البوزيتيف 5 والنيجاتيف 3 لو جمعناهم هيعطيني بوزيتيف 2 لان ده ناينس. بوزيتيف 2 لا، ده هنا 14. يبقى في مشكله، يبقى هنا في مشكله. ايه المشكله؟ ان حاصل ضرب العددين يعطيني 15 بس الفرق بينهم يصير 14، يبقى الفرق بين الخمسه والاثنين مش هيطلع 14. طب انا عايز يطلع 14، يبقى نخلي اللي هو 5 و2 ده 1 وكام؟ يبقى 1 في 15. طيب خلينا نشوف كده الاشارات. الكبير 15 ياخد موجب، تمام، والصغير ياخد سالب، مظبوط، يبقى الاجابه صحيحه. طب واحده ثانيه، يلا اكس في اكس، يبقى الاكس باور 2 اكس في اكس، عددين حاصل ضربهم 42 والفرق بينهم 11، ما في 6 في 7 دي ب 42، الفرق بينهم يعطيني 1، يبقى المفروض 6 في 7 دي غلط. شوف كده 3 في 14، يبقى 3 تايمز 14 ايكوال 42. طب الديفرنس بتوين ذم، الفرق بينهم 11 بالنيجاتيف بس ان ال 14 بوزيتيف والثلاثة نيجاتيف، يبقى الفرق بينهم هيطلع بوزيتيف مش نيجاتيف. يبقى في الحالة دي برضه غلط، الإشارة الكبير زي الوسطاني، يعني المفروض ال 14 تاخد ايه؟ النيجاتيف. يبقى هذا خطأ. يبقى الصح ال 14 نيجاتيف وال 3 بوزيتيف. طيب اكتشف الخطأ في التحليل، نفس الكلام، نفتح القوسين 3x باور 2 تبقى 3x في x، ال 6 2 في 3 تعطيني بوزيتيف 6. طيب ما هنا بقى عشان نعرف نطلع ال 11 لازم نضرب الطرفين والوسطين، يبقى 3 تايمز 3 يعطيني 9x و 2 تايمز x يعطيني 2x، يبقى 11 بس بالايه؟ بالبوزيتيف، لان ما في، يبقى الاشارات دي هي المشكله، لازم تكون الاثنين نيجاتيف. اللي بعدها شوف الخطا، ايه الخطا اللي هنا؟ 2x باور 2 يبقى 2x في 2x في x، مظبوط. هنا بقى الكبير ياخد اشاره الوسطاني، الكبير هنا سالب 5 في x بسالب 5x، وال 2x في 3 يعطيني 6، يبقى الديفرنس بتوين ذيم 1 مش ايه؟ مش 7، يبقى ما تنفع. يبقى ال 5 في 3 لازم نبدلها، خليها 3 تايمز 5 العكس. 3 تايمز 5 هنا يعطيني 2x تايمز نيجاتيف 5 يعطيني نيجاتيف 8 او نيجاتيف 10، و 3 تايمز x يعطينا 3x. 3x مع نيجاتيف 10 يعطيني نيجاتيف 7، مظبوط، إجابة صحيحة. ننتقل إلى الكسور الجبرية. بسط الكسر 3x times 6 over x square negative 4 times x square negative أو minus 5x plus 6 over x square minus 3x. في البداية عشان نبسط لازم نعمل عملية تحليل للبسط وللمقام. فالبسط اللي عندي 3x times 3x plus 6 في هنا عامل مشترك اللي هو 3، يبقى ناخد ال 3 عامل مشترك، يبقى عندنا هنا x وهنا يبقى ال 6 تبقى ايه؟ 2، ممتاز. يبقى أول خطوة 3 ناخدها بره، يبقى عندنا x plus 2، 2 كيف جات؟ اللي هي ايه؟ ال 6 عبارة عن ايه؟ 3 times 2، ناخد ال 3 يبقى عندنا 2. طب المقام ده x كيو x تربيع
ماينس 4 يبقى نعمله كوسين، تمام؟ يبقى اكس في اكس والفور 2 في 2 واحده ايه نيجاتيف واحده بوزيتيف، يعني بالشكل هذا. بعدين نحط الايه الكسر الثاني، اكس تربيع نعملها اكس في اكس، ايه العددين اللي حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5، 2 في 3 يبقى 2 تايمز 3 مجموعهم سالب 5، مظبوط. المقام فيه عامل مشترك هنا اللي هو الاكس، يبقى ناخد الاكس عامل مشترك، يبقى عندنا اكس واحده ناقص 3. يلا نحذف المتشابه، اكس بلس 2 تروح مع اكس بلس 2، اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3، يبقى عندنا فوق 3 اوفر اكس. طيب خلينا نشوف بقى حل المعادلات التربيعيه باستخدام التحليل. اول مثال، كون المعادله التربيعيه التي جذرها 2 ماينس او نيجاتيف 5. نفتح قوسين ونحط في القوس الاول اكس نيجاتيف 5 او نيجاتيف 2، يعني نعكس اشاره ال2 اذا كانت بوزيتيف نخليها نيجاتيف. طب وال5، ال5 اشارتها ايه؟ نيجاتيف، نخليها بوزيتيف. وبعدين ايه نحط ايكوال 0، لازم تحط ايكوال 0 لان معادله تربيعيه. بعدين تضرب ضرب عادي زي ما خدنا قبل كده، اكس في اكس، اكس تربيع واكس تايمز 5، او ناخد الماينس 2 في الاكس يعطينا ماينس 2 اكس، وبعدين الايه الاكس في ال5 يعطيني 5 اكس، والماينس 2 في البوزيتيف 5 يعطيني نيجاتيف 10. بعد كده نبتدي نجمع المتشابه، اللي في النص دول ده سالب ده موجب، ناخد اشاره الكبير ونطرح يبقى 3 اكس، تمام. خلصت المعادله. طيب حل او اوجد مجموعه الحل للمعادله الاتيه ثم تحقق من صحه حلك. اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 4، يبقى نفتح تو براكت، اكس تربيع اكس في اكس، عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 4 يبقى 2 في 2. القوسين نفس بعض يبقى نعمله قوس 1 باور 2، يعني اللي داخل القوس بيساوي 0، يبقى اكس بلس 2 ايكوال 0، ننقل ال 2 بالماينس يبقى اكس بماينس 2. طب مسألة تانية، لازم الأول نعمل عملية تحليل، يبقى اكس تربيع اكس في اكس، عددين حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم 1 يبقى 3 في 4. الفرق بينهم كبير ياخد البوزيتيف والصغير ياخد العكس. طيب يبقى اما اكس ماينس 3 ايكوال 0، نستنتج ان اكس هتساوي 3، اور اكس بلس 4 ايكوال 0، نستنتج ان اكس ايكوال ماينس 4، يبقى السوليوشن ست 3 وماينس 4.